شاء الله كل عام انتم بخير. معكم ماهر شيخاني من مؤسسة السراج. ان شاء الله كل عام انتم بخير وبسلام وبنعاد عليكم بأحر التمنيات. وان شاء الله بالمرة الجاية بنشوف مشاركة اوسع وبتجوا مع العيال ومع الاطفال لنشارك هاي الفرحة بهذا المجتمع الموجود بهاي الثقافة الموجودة عندنا في مدينة مالمو.